بريفيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جرينكس، معكم عبد المجيب. بريفيت يعني مرحبا بالروسية أو هلو، أوكي؟ اليوم معنا توزيعة روسية، أوكي؟ من روسيا. التوزيعة هذه توزيعة روسا، روزا يمكن روسا، ما أعتقد إن روسا، أوكي؟ صدق ما بحثنا المعلومة ذي، ما أدري النطقة بصراحة، نشوف بعد شوي. التوزيعة هذه طبعا مبنية على توزيعة ماندريفا، أوكي؟ اللي ما يعرف ماندريفا هي ماندريك. اعتقد انكم تعرفون ماندريفا ولا تعرفون ماندريك، عموما في ماندريك وفي ماندريفا وهذه جت روزا. اوكي اوكي، التوزيع هذا ايش مميزه فيه؟ طبعا مميزه بالواجهه اول حاجه، مميزه بالسهوله، ومتميزه بوفره البرامج، يعني كذا اوت اوف ذا بوكس على قولتهم، مجرد ما تفتحها تحصل قدامك برامج. اوكي، المميزه ايضا بالتوزيع انه سهوله الاستخدام، اوكي، مقارنه يعني بالتوزيعات الثانيه. ايضا الاستقرار، التوزيع طبعا لاصدار LTS، ولكن الاصدار هذا هو اصدار فريش R3، اوكي، زي ما انتم شايفين. طبعا في اصدار اللي هو ماراثون 2012، LTS ما راح اراجع لانه قديم، اوكي، ولكنه LTS ويعني دعمه طويل. طيب التوزيع زي ما انتم شايفين متميز حتى بواجهه الدخول. خلينا ندخل على التوزيع ونشوف ايش عندنا موجود بدا توزيعه. اوكي، طبعا دخل كلمه المرور. اليوم الشاهي غير تلقيم زي ما انتم شايفين تحت الفرط الشاهي عشان رشا. اوكي، هذه هي التوزيع. سطح المكتب طبعا ممكن شفتوا اكثر من شرح سويته مقارب سطح المكتب هذا. انا استخدمت التوزيع هذه زمان، ما ادري متى الصراحه، من يوم استخدمته وانا مو مقتنع بواجهه كي دي اي بدون ايقوناتهم هذه. اوكي، فايقوناتهم هذه جدا 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 جميله جدا وجدا مبسطه، وتصميمه رمزي ويعني الاشياء معينه. سطح المكتب جدا مبسط زي ما تشوفين في الشريط تحت في المنطقه هذه. اوكي، في بعض الفانكشنز اللي موجوده هنا، يعني زي ما اقول لك حاجات تضغط عليها ويصير في شيء معين. اوكي، وايضا في بالمنطقه هذه اللي هنا في بعض الايقونات خاصه بالبرامج. البرامج طبعا الموجوده بالتوزيع هذا تختلف عن التوزيع اللي قبل LTS. LTS البرامج اللي موجوده به قديمه شوي، ومركزين على سياسة انه يكون الشيء مدعوم لفترة طويلة جدا، فبتحصل عندهم نسخة غريبة من فايرفوكس. اوكي، LTS ايضا، اوكي، اعتقد انها فايرفوكس 10 ولكن دعمه طويل، ناسي سياسة الموضوع مع الفايرفوكس. عموما خلونا نشوف ايش الموجود هنا. اول شيء سطح المكتب، سطح المكتب زي ما شايفين مبسط جدا، خلفية رائعة، مجرد اضغط على الزر اليمين في هنا بعض الاشياء الجميلة جدا. ريفرش ديسكتوب طبعا مو موجودة غالبا بسطح المكتب حقت الجنو لينكس، ولكن موجودة هنا. ريفرش هنا، اوبن وذ دولفين عشان تفتح بالدولفين. طبعا دولفين اللي هو مدير البرامج زي ما انتم شايفين، عفوا مدير الملفات. اوكي، زي ما انتم شايفين جدا راقي التصميم حق التوزيعة، وفعليا بصراحة ما اقدر اقول شيء، يعني احسن كي دي اي شفته من ناحية التصميم حتى الان هي كي دي اي روزا. اوكي، نقفل هذه، بعدين راح نشوف ايش عندنا. لوك فولدر سيتنجز اللي فيه هنا الخلفيات والى اخره. طبعا الخلفيه الافتراضيه هذه الموجوده، في عندك هنا بعض الاشياء ممكن تضبطها. طبعا هنا بتكلم، فانا بتكلم عن خصائص كي دي اي، ما بتكلم عن روزا نفسها. اوكي، ايش موجود هنا؟ موجود هنا الساعه وسله المحذوفات هنا. اوكي، هنا الشبكه، خلينا نرتفع شوي هنا. اوكي، هنا اللي هو الكليب بورد، اخي اخر شيء نسخته. هنا في عندك كونفيجر ديسكتوب، طبعا الاعدادات الخاصه بالكي دي اي نفسه، فانت ممكن من هنا تدخل تسوي اعدادات خاصه بالشكل مثلا. فاحنا بما ان دخلنا هنا خلونا نسوي بعض الاعدادات الخاصه باللغه والكيبورد. كيف نحط كيبورد عربي؟ اكتب انبوت هنا. اوكي، راح يجيك الانبوت ديفايسز مظلله او بالاصح غير مظلله، مفتوحه يعني، اضغط عليها. هذا الانبوت ديفايسز راح نضغط عليه من هنا، بعدين نروح لللاي اوت. اوكي، راح نضيف هنا كونفيجر لاي اوت اد، راح اختار من هنا عربيك. اوكي اوكي، راح نجي هنا ادفانسد، بعدين راح اضغط على كونفيجر، وبعدين راح ننزل على كيز تو تشين سويتشن هذا. اوكي، هذه هي، بعدين تختار المفتاح اللي تبي. مؤخرا انا افضل رايت كنترول، مع انه يعني خطا، بس صار افضل رايت كنترول خطا، لانه احيانا الرايت كنترول يصير له قيمه ثانيه واختصار ثاني، ولكن انا صاير افضل الاختصار هذا تح 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 يمين، فانت ممكن تحط الاختصار هذا عشان تقلب اللغه. الان لو ضغطنا على الرايت كنترول بيكون في تقليب للغه. طبعا بتلاحظ انه ما بيشتغل هنا ببساطه شديده، لاني يعني على الفيرتشوال بوكس، الفيرتشوال بوكس محجوز الرايت كنترول، فانا لو ممكن احط اللي هي رايت الت، ما ادري يمكن رايت الت تشتغل. اوكي، رايت الت اشتغلت عادي جدا. طبعا الفيرتشوال بوكس والرايت كنترول مهمه جدا بالموضوع. طيب هذا بالنسبه لي، طبعا انا ما ادري متوفر حزمه اللغه ولا لا. اوكي، طبعا ترى فيه حاجات جميله جدا بواجهه، عفوا بالمنطقة هذه، لاحظ انه في اشياء كثيرة هنا جت تحت. كانت سابقا مفصولة لوحة التحكم الخاصة بروسا، الان لا، صار عندنا اشياء جميلة هنا راح نشوفها الحين. اوكي، طبعا فوق موجود هنا الاكونت خاصة بي، الحساب الخاص بك. الابيرنس طبعا ممكن تغير الشكل، ولكن منطقيا اوكي شكله رهيب جدا صراحة. المميز بالموضوع انهم يستخدمون ثيم جي تي كي، اوكي، مو باكسجين. طبعا هذا الاكسجين اللي يكون افتراضيا على شو اسمه، هذا هو، طبعا هذا معروف شكله، ولكن بصراحه الجي تي كي هنا جميل جدا. انا ما ادري هذا هو اللي كان ذا،
اعتقد انه الترناتيف. اوكي 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 اعتقد هذا هو. نرجع طبعا راح استخدمه على عندي على الارت. جميل جدا بصراحه. يهمنا هنا اللوكيل، اضغط على اللوكيل هنا اللي هو التعريب. لانجويجز ما ادري بصراحه ايش اللانجويجز المتاحه، ولكن في عندك بريتش وفي عندك طبعا بنشوف كيف نثبت اللغه بعد شوي اذا كانت متاحه. اوكي ما يهمنا بصراحه كل هذا لانه كله عباره عن اشياء خاصه بالكي دي اي. خلونا نشوف هنا بالسيستم ادمنستريشن. طبعا فيني اللايسنس اللي هي الرخصه. طبعا حسب ما قريت في ويكيبيديا ان كل ترخيص برامجهم اللي هم مسوينه جي بي ال 2 وجي بي ال 3 اوكي، فغالبا التوزيع حر. اوكي فاينل لايسنس اوثنتيكيشن ما ادري ايش قصته، هذا يمكن اصطلاحيات اوكي خاصة بالمستخدمين. لا لا هذا ما له علاقة. اوكي خلينا نقفله، هذا ما له علاقة بصراحة بالمستخدمين. طيب في عندك configure authentication for Rosa tools نفس القصة اعتقد. اوكي في هنا بعض الاشياء يعني ممكن انك تضبطها، مثال السوفت وير مانجمنت، هل تبي ياخذ باسورد ولا بدون باسورد؟ فانت ممكن تفتح السوفت وير مانجمنت بدون باسورد. اوكي تركب برامج طبعا خطر وغير صحيح انك تثبت بدون باسورد، لكن افترك الباسورد. الروزا ابديت اللي هو يجي هنا ايقونه خله بدون باسورد لانه ما راح تثبت برامج، لكن بسوي ابديت على الحزم الموجوده. طبعا هنا في اشياء كثيره خاصه بالهاردوير والى اخره، ما راح اضيع بوقت. اذا انتم تشوفون انه تحتاج توزيع تفاصيل ارسلوا لي طلب وراح اسوي مراجعه مفصله. طيب راح نرجع هنا فونت مانجمنت برضو معنا حاجه معينه هنا اللي هو كيف. طبعا لاحظ انه جات اللي هنا الابديت. اوكي هنا انستول ريموف سوفت وير. اوكي طبعا هذا خاص بالبرامج، كيف تثبت البرامج بتجيبه من هنا. هذا مدير البرامج ومدير المستودعات نفس الوقت. اوكي طبعا الحزم المستخدم الروزا هي حزم ار بي ام. اوكي فالار بي ام حزم جميله جدا متوفره في كل مكان تلقاه. اوكي طيب فلنفترض انك حاب تثبت برنامج جيمب، هذا جيمب حط عليه هنا علامه صح، يقول لك اوكي يقول لك في عندك بعض الاعتماديات تحتاج الى تحديث، قل له اوكي اوكي اوكي. طبعا يفترض انك ما تثبت برامج ترى بعد ما انك تحدث توزيعتك بالكامل، وراح نشوف كيف نحدثه. اوكي اللي عليك تسوي تضغط اوكي بعدين تضغط على ابلاي وراح ننزل لك البرنامج. طبعا ما راح اسوي الشغله ذي لانه بتسوي لي قلق وجع راس وفي حاجه تحتاج ترقيه. طيب هذا بالنسبه لي طريقه تثبيت البرامج. طب خلونا نشوف علامه الصح هذه. فايل من هنا راح تلاحظ ان فينا ابديت ميديا. الابديت ميديا خاصه بتحديث المستودعات اللي عندك. لاحظ المستودعات اللي موجوده هنا كثيره بصراحه. اوكي في عندك مين، في عندك مين ابديت، ايش مستودع، اي مستودع حاب تسوي له تحديث بحال اختره. بس اذا حاب تسوي تحديث لجميع الاشياء هذه طبعا شخصيا ما راح افعل النون فري اللي هي البرمجيات غير حره، ولكن قد يكون لك هدف معين من البرمجيات الغير حره او الريستريكتد فممكن تسوي الابديت من هنا. اوكي اللي عليك تسويه انك تنتظر لحد ما انه يخلص مسوي عمليه الابديت لل شو اسمه المستودعات الخاصه بالبرمجيات هذه. طيب كنسل. لنفترض اني حاب اسوي ابديت فقط للكونترب او للمين. اوكي ما ادري ايش سويت انا لكن يبدو التوزيع اوكي. طيب طبعا هو على كل الاحوال هو مسوي ترى ابديت وقاضي هنا حاطه وين راح. طيب في شيء هنا اختفى. اوكي اوكي ريسيت اوكي معنا من هذا كله. اوبشنز في هنا بعض الاشياء الجميله جدا خاصه بالاوبشنز ممكن تضبطه. لعل اهم شيء اللي هو الميديا مانجر. اوكي راح تلاحظ هنا اللي هنا المستودعات اللي انت مفعله او غير مفعله، فانت ممكن انك تشيل بعض المستودعات اللي متابيه. 32 راح اتركهم اللي استخدم 64 فهم فعل 32. اوكي كونتريب ممكن ما تستخدم الكونتريب. الكونتريب اللي هي عباره عن حزم حره ولكن قد تجلب لك اشياء غير حره. النان فري راح اقفله. اوكي النان فري هذا راح اقفله برضو. اي في عندنا اللي هو الريستريكتد برضو كله شيله. اوكي طبعا انت لما تشيل الشغلات هذه نظامك يكون حر. طبعا في تيستنج هذا اللي حاب انك تفعله، ولكن تيستنج على مسؤوليتك ترى. اوكي فالتيستنج افترض انك ما تفعله تستخدمه بدون شو اسمه تستخدم التوزيع كما هي، ولكن التستنج بيكون عندك بعض الحزم الجديده ولها فوائد طبعا اكيد لانك بتحصل على حزم جديده والى اخره، وايضا راح تنفع التوزيع نفسه لو حاجتك مشاكل ممكن تسوي لهم تقرير. اوكي اوكي هذه طريقه اداره البرامج. طبعا جدا مبسط البرنامج زي ما تشوفون بالمنطقه هذه فيها اشياء كثيره. ممكن تضغط على بوكس. اوكي بالمنطقه هذه كمبيوتر بوكس راح يجيك بعض الكتب الخاصه بالكمبيوتر. اوكي اوفيس برامج الاوفيس هنا موجوده الى اخره. طبعا هذا هو المميز بالتوزيع. اوكي واللي يحتاج فعلا تركيز عليه واللي هو مدير البرامج. طبعا ما ادري في شيء ثاني. اوكي طبعا هنا ممكن تسوي بحث طبعا علمنا بحث، ولكن هنا في طريقه بحث ثانيه وهي البحث باسم الحزم الكامل. اوكي اوكي طبعا ما يهم الحاجات الثانيه ممكن تسوي من هنا ببساطه. خلينا نقفل هذا ونرجع من هنا. طيب
ايش عندنا بعد؟ في عندك اللوجن سكرين اللي هي واجهه الدخول قبل شوي. اوكي واجهه الدخول قبل شوي كانت واجهه مميزه جدا، فممكن هنا تعدل بعض الاشياء الثيم. اوكي طبعا لو اخر هالوجهه هذا اللي طلع لفوق لاحظ انه هنا في بعض الاشياء الجميله جدا، ممكن تختار ثيم مختلف ولكن ثيم روسا اعتقد انه حلو. شت داون يعني مين اللي راح يسوي شت داون للمستخدمين والى اخره. اوكي اوكي طبعا زي ما قلت لكم في بعض الاشياء هنا مخلوطه ما بين كيدي. طيب في عندك اللي هو مانج يوزرز اند سيستم، فهذه خاصه باداره المستخدمين، ممكن تضيف مستخدمين، تعرف مستخدمين، تعدل المجموعات والى اخره. طيب اوكي راح نرجع هنا. في عندك هنا الجنرال عفوا بيرنتال كنترول اللي خاص بالاداره خاصه بالوالدين، يعني اذا كان عندك بزر فانت ممكن هنا تضبط بعض الاشياء. بصراحه هذا يحتاج لوقت طويل عشان نستخدمه. اوكي فيرميشنز، فانا ممكن في بعض التصاريح اعتقد فتحته قبل شوي، لا هذه خاصه بتصاريح الكي دي اي نفسه. اوكي اوكي معلم منه. اوكي سيت اب ذا جرافيكال معلم منه هذا برضو، لكن ممكن نفتح هنا نشوف في هنا جرافيكال سيرفر. طبعا يفترض انك ما تسوي شيء اوكي، ولكن احيانا تحتاج انك تعدل هذه الاشياء الخاصه بالاكس اورج نفسه. طبعا حاليا استخدم فيزا اوكي او فيزا اوكي، طبعا في الاكس اورج اعتقد، وفي عندك نيو. طبعا هذه خليها التعريف ترى ماشي. طيب راح نقفل هذا كله نيو راح نرجع سيت اب يور بيرسونال انفورميشن. طبعا هنا ممكن تحط لا عفوا هذه السيرفيسز ما شلون قالتها بيرسونال، هذه هي بعض الخدمات الممتازه جدا الموجوده بالتوزيع، فانت ممكن تفعلها من هنا. اوكي طبعا ممكن تضغط على هنا طبعا هذا الفاير وول، فانت ممكن هنا تضغط يقول لك ما في فاير وول خلاص اوكي افتح كل شيء، لكن هنا ممكن تحدد بعض البورتس اللي تبي تكون مفتوحه، فانت ممكن تستخدمه كويب سيرفر تفتح الويب سيرفر، دومين نيم سيرفر دي ان اس تفتحه، سكيور شيل اف تي بي والى اخره، وبعدين تحط على اوكي. طبعا في هنا ادفانسد في بعض الاشياء اللي ممكن تكتب بورتس معينه هنا عشان يضبط موضوعه هنا اللي هو الفاير وول. جميل جدا ومبسط الفاير وول هنا. سوفت وير ميديا مانجر طبعا هذا فتحته قبل شوي لكم اللي هو هذا خاص بالمستودعات، ستارت اب وشت داون طبعا خاص بالكي دي اي، ابديت سيستم ضغطه هنا بسوي لك تحديث الحين، اقول لك I need to contact the mirror to get the latest update packages please check that your network is currently running is it okay to continue yes. طبعا هو قاعد يقول لك انه بتاكد من النتورك انه متصله. ما قلت لي ايش رايكم صوتي بطلع بعرب جت تالنت. اوكي طبعا هنا يقول لك the list of software packages to update، تحط ابديت راح يسوي لك ابديت. طبعا هذول ليش يسوي لها ابديت؟ لان حاجات تحتاج ابديت بالبدايه، فزي يو ار بي ام اي اللي هو مدير الحزم اوكي تسوي له ترقيه وبعدين تبدا تسوي ترقيه الاشياء الثانيه بناء عليه. طبعا الموضوع جدا سهل ترى، تلاحظون في ايقونه حمراء هنا لو ضغطت عليها اوكي بيجيك نفس مدير الحزم اللي قبل شوي. اوكي اوكي طيب خلونا نقفل هذا لان فعلا طولنا بموضوع اللي هنا في اسطح المكتب، ممكن تضيف اسطح مكتب هنا زياده، ممكن تحذف اسطح مكتب على راحتك. اوكي اوكي في هنا اللي هو مدير عفوا ملفات الداونلود، اشوف حاطه على الداونلود هو، فهنا اي شيء تحمله بالداونلود يجي هنا، فانت ممكن تعدل هذه اعتقد تضيفه بعدين. طيب لاني تورطت هنا ثندر بيرد موجود، وفي عندك هنا اللي هو كوبي الذي طبعا خلينا نشوف اداره الفايرفوكس ومن هنا نحكم على التوزيع هل هي جديده ولا قديمه. اوكي توزيع ستارت 28 ماشي، هذا يعني انه لا باس، احنا وصلنا 30 الحين. طبعا الستارت السابقه ترى كنت اقول 11 او 10 ترى ما ادري. اوكي البرامج اللي موجوده ما عندنا. اوكي في عندك اللي الطرفيه اكيد موجوده، خلينا نفتح هنا. طبعا تلاحظ انه قائمه البرامج هنا جدا جدا جميله وراقيه، بالمنطقه هذه اضغط يطلع لك القائمه. اوكي حاولت تجيب على الارض لكن ما كانت بنجاح واستقرار المنطقه هذه. ابلكيشنز اللي يهمنا انه موجود عندنا فايرفوكس ثاندر بيرد، وفي عندنا الليبرو اوفيس كامل. اوكي ما ادري اي اصدار من الليبرو اوفيس هذا، ولكن خلينا نفتح الليبرو اوفيس نشوف. اوكي اوكي هذا 4 فما فوق، ولكن ما ادري كم بالضبط ستارته. اوكي هذا 4132. طيب اوكي اوكي راح نجي هنا ونشوف بعض البرامج الموجوده. طبعا بشكل عام كل شيء بيشتغل ترى، اعتقد ان في ال سي موجود، في ال سي موجود، لذلك ممكن تحتاج تنزل في ال سي. في طبعا برنامج مالتي ميديا اعتقد او مشغل وسائط خاص بهم. اوكي اوكي هذا هو الروزا ميديا بلاير. اوكي لاحظ انه جدا راقي، ما ادري انا شايف الشكل هذا قبل، كان مبني على مدير شغل ثاني. اوكي ولكن على اي حال هو يبدو لي انه هذا ايضا على رخصه جي بي ال، ما مو متاكد ترى. طيب هذا هو بشكل عام التوزيعه. اوكي توزيعه بصراحه انا اقول لك عطى فرصه جربه. اوكي فيها حاجات جدا جدا جميله جدا. طبعا نسينا نضغط على الريجلن سيتنجز. اوكي معليش اللي هي الاشياء اللي موجوده هنا خاصه بالمنطقه. اوكي الريجلن سيتنجز اللي هي اول كمبيوتر. اوكي معليش انقلع. اوكي خلينا نشوف اللانجوج اذا في اتاحه لانجوج.
نفس الشيء بيفتح الويدجت. لا اوكي هذا هو. فانا ممكن من هنا اضغط على لانجويجز. طبعا هو فتح لي الكي دي اي ما استفدنا شيء. اذا حابين نعرب الواجهه ونستخدم اللغه العربيه خلونا نشوف اذا ممكن يعني سريعا نبحث عن اللي هو هنا. اوكي خلنا نكتب هنا عربيك كي دي اي. طبعا اسمه كذا تن عشرة ما ادري ايش كي دي اي لوكيل. لوكيل كي دي اي اوكي. يبدو اني راح ابحث بالمنطقة هذه. نجرب البحث اللي هو فول باكج نيم. اول كذا اختار اول من هنا لانه الكي دي لوكي بدون واجهه. عربك اوكي طلع حاجات كثيره. اوكي اوكي تمام هذا هو. فانت راح تحط علامه صح على طبعا حسب الواجهه عندك. انصحك تسوي تحديث طرقي اول ثم تتاكد من نسخه الكي دي اللي عندك كم رقمه. فخلي اتاكد اباوت كي دي اي 4/12/4 النسخة الموجودة حاليا. فأنا راح أثبت هذا اللي هو 4/12/4 علامة صح. أوكي أوكي أبلاي يس. طبعا خلصنا تثبيت الحزمة. الحين اللي عليك تسوي بكل بساطة أنك تروح لل مرة ثانية تبحث عن هذه الريجلن سيتينجز. أوكي بتحصل لو 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 مو بهذا الريجلز مش قصدي انا لانجويج. اوكي راح تجي هنا الكنتري لانجويج مدري وش الى اخره. راح تحصل ان شاء الله باذن الله اوكي هذا العربيك تحطه هنا. اوكي تسوي ابلاي. اوكي طبعا عشان تاخذ اعدادات كامله تسوي خروج بعدين تدخل مره ثانيه تحصل تحت المكتب بشكل كامل. تقريبا انتهت فكره اللي هي مراجعه التوزيع هذه. يتبقى شغله بسيطه جدا حاب اني افيدكم بها وهي كيف اقدر احصل على دعم بالتوزيع هذه. اوكي طبعا توزيع الويكي حق لا باس به ولكن اذا تبي دعم فعلا ممتاز. اوكي تحصل كل شيء موجود على التوزيع. طبعا ما ادري ليش طلع شكل النظام كذا ولكن مو مشكله. اوكي اترك الاسماء القديمه. فانت ممكن ببساطه تحصل على اي شيء خاص بالمندريفا. فانت تبحث عن المندريفا نفسه توزيعة المندريفا او ادخل على الويكي مندريفا نفسه راح تحصل اشياء جميله. خلونا طبعا ترى الفايرفوكس عشان تحذر لازم في حزمه ثابته للغه العربيه. هذا الويكي الخاص به مباشره تحصل نفسك موجود هنا. اذا كان على غير اللغه الانجليزيه فانت ممكن تبحث عن اللغه الانجليزيه نفسها. انا بدخل على روزا لاب دوت ار يو. اوكي هذا هو الموقع الرسمي روزا لاب دوت ار يو اظهر انجلش. طريقة الحصول على التوزيع طبعا في الديسكتوب من هنا. بالديسكتوب هذا زي ما قلت لكم موجود نسخات 2012 اعتقد. اوكي اللي هي النسخة طويلة الدعم. ولكن انا ضغطت على الويكي هنا حصلت على اخر نسخة موجودة من الويكي نفسه. فانت ضغط على الويكي هذه ماشي. اختر انجليش عشان تاخذ الانجليزي. طبعا اذا انت ما شاء الله عندك روسي فانت ممكن تمشي بالموضوع. في عندك هذا الديسكتوب روشا جيتت اضغط على اللي هي فريش ار 3 وبعدين بتحصل اشياء كثيره هنا. وين راحت داونلود هذه هي. لاحظ انه هنا اخر نسخه موجوده هذه ممكن تحملها من هنا حسب 86 او 64 حسب المعالج حسب الرام برضو. اوكي ممكن تستفيد جدا من هذه الويكي. ممكن تبحث عن المندريفا نفسه. اي استفسارات حابين نعطي مراجعه اعمق ندخل شوي نشوف كيف نتعامل مع التوزيع هذه ارسلوا لي على الرابط الموجود تحت خاص بالطلبات. وما ادري شلون اقول لكم مع السلامه بس عارف اقول بريفيت